باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أخوتي الأحباء يلي موجودين معنا بالكنيسة المباركة، وأخوتي يلي عم بتشوفونا عبر وسائل الإعلام، سلام الرب يسوع بقلوبكم ببداية الأسبوع يلي هو أسبوع الشعانين، وبعد منه مندخل مع الرب يسوع بأسبوع الألام والقيامة. هالأسبوع هيدا يلي هو أسبوع الشعانين يلي فيه الرب يسوع رح يدخل على أورشليم ملك، وأكيد أنه المملكة يلي حكي عنها يسوع المسيح هي غير المملكة يلي كانوا الناس منتظرين أنه يجي فيها، كانوا منتظرين أنه يكون ملك حتى يخلصوا من الحكم الروماني. أما مملكة يسوع المسيح هي مملكة ما في إلى حدود، مملكته هي مملكة سليم أورشليم، ملكة مملكة السلام، هي مملكة السماء والأرض يلي بيجمع الناس كلهم سوا بمحبة بعضهم البعض. إجا وقلب المقاييس ودعى الناس إنهم يكونوا موجودين بهالمملكة، مملكة الحب، حتى يرجع يبني المملكة الأولى يلي أسسها الرب قبل خطية الإنسان، يلي قال ورأى الله أن ما خلقه جميل. بهالإنجيل يلي عم نسمعه اليوم، مرات كتير المسيح قال لهم لتلميذه أنا رح روح، وكنا نشوف أنه على طول المسيح كان يحاول يفسر لتلميذه أنه لابد أنه ابن الإنسان يتألم، لابد أنه الوثنيين يقتلوه، إنما باليوم الثالث سيقوم. فالمسيح كان يحاول أنه يحضر تلاميذه لهالشي هيدا، إنما الفريسيين والكتبة لما سمعوا هالكلام هيدا من يسوع، وكنا حكيين مرات كتير من أن الفريسيين، وكنا حكيين مرات كتير وقايلين أنه الفريسيين هن الأشخاص اللي بيغاروا من يسوع المسيح، هن الأشخاص يلي حاولوا مرات كتير أنهم يحرجوا ليسوع المسيح، حسوا أنه المسيح أخذ الشعبية تبعيتهم، حاولوا أنهم يخسروا هالشعبية بمرات كتير، كانوا يحاولوا أنهم يسألوا بعض الأسئلة ويقولوا ما رح يعرف يجاوب، إنما يسوع على طول كان هو المنتصر بعلاقته مع الفريسيين، فإذا قرروا أنهم يطيحوا، قرروا أنهم يقضوا عليه. فالكلمة اللي عم بيقولها يسوع اليوم، أنا معكم زمن قليل ورح تطلبوني، والوقت اللي رح تطلبوني ما رح بتلاقوني. أكيد أنه المسيح بهالكلام هيدا عم يحكي عن موته وعن قيامته، أما التفكير البشري والتفكير الإنساني يلي كانوا عم بيفكروا فيه الفريسيين، فإذا بده يروح لعند الفريسي، بده يروح لعند اليهود يلي كانوا عايشين مع اليونانيين، وبده يروح لهونيك وبده يعمل حزب ويقدر من خلال هالحزب هيدا يجي لعنا ويضارب علينا. فإذا على طول التفكير تبعهم هو تفكير إنساني بشري بحت، أرضي بحت، لأنه ما كانوا عم بيفكروا بالكتب المقدسة اللي كانوا قاريينها، وهالكتب المقدسة اللي كانت كلها سوا عم بتدل على يسوع المسيح، إنما هني كان التفكير تبعهم عم بيروح لمحل تاني. الشمس كانت موجودة قدامهم، أما هني كانوا عم يرفضوا إنهم يشوفوا، مشان هيك بيقول أشعيا بكتابه في عندهم عيون ما عم يقشعوا، في عندهم دينين ما عم يسمعوا، لأنه ما بدهم يسمعوا، لأنه ما بدهم يشوفوا كلمة الله. وهيدي الخطية الكبيرة يلي بيقول عنها يسوع المسيح، لو لم آتي وأكلمهم لما كان عليهم خطيئة. يعني هالأشخاص هودي إجا لعندهم المسيح وكشف له عن ذاته، والكتب المقدسة كلها سوا كانت عم تكشف عن يسوع المسيح، إنما هالأشخاص رغم معرفتهم رفضوا، ورغم قراءتهم للكتاب المقدس رفضوا أنهم يؤمنوا بيسوع المسيح. هالناس هودي بيشبهونا كتير،
نحن اليوم سنة 2021 يلي مرات كتير بالطريقة يلي منفكر فيها منشبه هالناس. يعني نحن منطلب من الله منقول له يا رب اعطينا شمس، لما بيعطينا شمس منقعد بالفي، منقول له يا رب شت خلي الدنيا تشتي حتى يصير في عندنا زرع، بصير بتشتي الدنيا منحمل شمسية على طول. نحن عكس ما منطلب من الرب، منحاول انه نتصرف معه، منقول له يا رب بدنا وبدنا وحياتنا كلية تسوى مبنية على الطلب. مشان هيك يسوع اللي بيقلنا هو اطلبوا ملكوت الله وبره والباقي كله بينزاد لإلكن. هيدا هو يلي الشعب ما عم يعرف انه يطلبه، هيدا هو يلي الشعب بعده غايز بالشغلات الأرضية بالشغلات الملموسة المحسوسة، ومفتكر انه هون رح بيلاقي السعادة الأبدية يلي موجودة عنده. الإنسان ما بيكتفي بعطية الله، على طول بده أكثر. الشغلات يلي ربنا بيعطيها على طول بيطلب أكثر، لأنه ما بيعرف أنه يكتفي بنعمة الله وبعطية الله المعطاة له. حتى أنهي أنا وياكم، بخبروا خبرية أكيد، بخبروا عن هون شخص معمرجة بيقص بحجار. تعرفوا شو يعني بيقص بحجار؟ فأخذ المهدي تبعيته ونازل على الحقلة، بده يجيب حجر ويحاول انه يقصبه لهذا الحجر. اخذ المهدي ونزل، هو ونازل عم بكسر بهذا الحجر، بيسمع صوت النفير عم بدق وناس عم بيقولوا له زيحوا على جنب مارق الملك. فهالانسان هيدا بزيح تيمرق الملك وبيقول له لله ولو يا ربي انه ليش انت مش عادل، ليش انت مش عادل، ليش انا بدي يكون شخص عم قصب الحجار وهو بده يكون ملك، ليش انا بدي زيح لاله، مش انا بكون الملك وهو عم بزيح لاله. واحد اثنين ثلاثة كل شيء بيتغير، بيشوف حاله هو الملك، وبيشوف الملك هو يلي عم بيقصب الحجار وزيح له حتى يمره. مارق شوي بيطلع بيشوف الشمس ضربته بعيونه، بيقول له ولو يا ربي ليش انت مش عادل، معقولة انا اكون الملك والشمس تضرب بوجهي والشمس تعميني، ليش انا ما بكون شمس؟ واحد اثنين ثلاثة بيتحول هو وبيصير شمس. لما بيصير شمس بيضوي على الدنيا كلها سوا، شوي بشوف غيمة صغيرة بتمرق هالغيمة وبتسكر الشمس، بيقول له يا ربي ولو ليش انت منك عادل، معقولة طيب انه انا الشمس اللي عم ضوي على الدنيا كلها سوا بتمرق غيمة صغيرة وبتقدر انه تغطيني، خليني يكون انا غيمة. واحد اثنين ثلاثة بيتحول هو لغيمة. شوي بصير في هواء مثل اليوم، بصير في هواء وهالغيوم هيدي بتشبق ببعضها، الغيمة الباردة والغيمة السخنة، وتبلش تشتت الدنيا. بيطلع بالله بيقول له ولو يا ربي وين هو عدلك، طيب انه معقول انا عاملني غيمة وعم نزل شتى وما بتعملني انا الشتى، وين هو عدلك؟ تكرم عيونك. واحد اثنين ثلاثة بيتحول وبصير شتى، والشتي هيدا ببلش يسقي ويصير يسقي الدنيا كلها سوا، وبينزل على هون صخرة، ينزل على هون صخرة وما عم يقدر انه يأثر فيها. بيطلع بالله بيقول له ولو يا ربي وين هو عدلك، معقول عملتني شتي عم بسقي الدنيا كلها سوا وهيدي الصخرة ما عم بقدر انه أثر فيها، ليش ما بتعملني صخرة؟ واحد اثنين ثلاثة بيتحول لصخرة. لما بيتحول لصخرة بيطلع بيشوف جاي مع مرجي غيره حامل المهدي وجاي بده يكسره. بيركع قدام الله بيقول له يا ربي انا بشكرك على عطيتك يلي انت عطيني اياها. وبتصور انه نحن نفس الشيء بحياتنا، لازم نعرف نركع قدام الله ونقول له يا ربي نحن بنشكرك على العطيه يلي عطينا اياها، لانه كل المواهب يلي انت عطينا اياها حتى نكمل بعضنا. ما تخلينا نكون مثل الفريسيين يلي بدنا نجمع الدنيا كلها سوا مثل ما نحن بنشوف ومثل ما نحن بنفكر ومثل ما نحن بنريد. خلينا نفهم انه في مواهب زرعتها بقلوب الناس حتى هالعالم هيدا تعمله مثل الجنينه المنوعه، لما الناس بيطلعوا فيها بيقولوا المجد لك، انت اللي موجود بالسماء، انت الخالق السماء والارض. امين. نؤمن باله واحد.